اتصلت بي إحدى الأخوات فقالت ودي أحفظ القرآن الكريم بس ما أقدر، ما عندي وقت. قلت لها أبدا؟ قالت والله أبدا. ولا ساعة؟ قالت والله ولا ساعة إلا إذا كان على حساب بيتي وعيالي. قلت لها طيب لو دخل أحد الأعزاء المستشفى، نفترض أمك حماها الله وأبعد عنها كل شر، هل ستجدين وقت لزيارتها يوميا؟ قالت نعم. قلت وبدون أن تتخلي عن مسؤولياتك؟ قالت نعم أقدر. قلت إذن اعلمي أن ما نحبه نجد الوقت لفعله. نعم والله إن ما نحبه سنجد الوقت لفعله، بل ونوجده ونبحث عن الوقت لكي نفعله. فلا تعتذري بضيق الوقت وتعدد المهام وكثرة الأشغال، إن الوقت لن يعرض نفسه علينا أحبتي ولن يقدم خدماته لنا، ولكن أنا وأنت من يجب أن نستغل أوقاتنا. فلو وضعت لنفسك مثلا ساعة يوميا ولتقل نصف ساعة مثلا 30 دقيقة لحفظ القرآن، و10 دقائق للحديث، و10 دقائق حفظ مثلا كلمات لغة إنجليزية، و10 دقائق نفترض كلمات فرنسية، لاستطعت بعد 4 سنوات ونصف أن تحفظ القرآن كاملا وأن تتقن لغتين وأن تحفظ أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حفظ الكثير من سائقي التاكسي القرآن وأتقن البعض منهم عدة لغات بفضل استثمار وقتهم فيما ينفع. وجرب أن تتعلم وأنت في طريقك للعمل، وانظر مقدار ما ستستفيد. أحبتي لو أعطيت كل واحد منكم قطعة حديد وطلب منكم الاستفادة منها، فمنكم من سيصنع بها وتدا يباع ب5 ريالات مثلا، وآخر سيصنع بها علبة كبيرة من المسامير تباع ب50 ريال، وآخر سيصنع منها عقارب ساعة لتباع ب2000 ريال، وآخر صنع بها ترسا لطائرة نفاذة وبيعت ب10 آلاف من الريالات. إن المادة واحدة ولكن المنتج مختلف فاختلف المنتج، ولكن العمل اختلف فاختلفت النتيجة، وكذلك الوقت نملكه جميعا، فماذا ستصنع به؟ في إحدى الدورات التي كنت أقدمها لطلاب الثانوية، بعد أن قال لي أحدهم واللي عنده ظروف وما يقدر، فأجبته على تساؤله، ولكن إجابة أخرى جاءت وكانت أبلغ من إجابتي، كانت إجابة جمعان. جمعان هذا يا أحبتي رجل أثقله وزنه حتى تعذرت قدماه عن حمله. جمعان أحبتي رجل أعمى لا يبصر أمامه. جمعان يا أحبتي رجل أصيب بضمور في دماغه فشل نصف جسده. هذا هو جمعان، وقف أمامنا وقال بصوت متقطع ولسان ثقيل: أنا جمعان أدرس في الفصل الأخير من الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود وبتقدير متفوق، ورسالتي لكم لا تتوقفوا، فلا شيء يجعلك لا تنجح سوى تكاسلك وضعف عزيمتك. سألت الحاضرين: هل هناك أحد في هذه القاعة ظروفه أشد من ظروف جمعان؟ قالوا لا. قلت إذن هنا الفرق. ما قدرات جمعان؟ ما هي إمكاناته؟ وماذا يملك جمعان؟ جمعان يملك رغبة جبارة انتزعته إلى حلمه رغم كل الصعوبات الذي اعترضت طريقه وتقزمت أمام عظمة إرادته. ضمور في العقل وشلل في الجسد وعمى في البصر وثقل في اللسان وبطء في الحركة، ومع ذلك استطاع أن يصل إلى أهدافه. الظروف قد تحاول إعاقتك ولكنها أبدا لن توقفك ما دمت صاحب عزيمة. الظروف آتية لا محالة، فإما أن تقهرها وإما أن تتقهقر أمامها. حدثني المشرف على مجمع النورين، ذلك المجمع المبارك، أن إحدى الأخوات منعتها ظروفها من الحضور للحلقة، ولكن ظروفها لم تمنعها من تحقيق هدفها، فقد حفظت القرآن كاملا عن طريق مراجعته بالهاتف مع إحدى المشرفات، حتى أصبحت هذه الطريقة برنامجا وخدمة يقدمها المركز لمن لا يستطيع الحضور. حفظته كاملا عن طريق الهاتف. نعم أخي الفاضل، إذا لم تجد طريقا فشق طريقا، إذا لم يكن هناك هواء فجدف، إذا تعثرت فقف وتابع المسير واستعن بالله العلي القدير. إن العوائق ليست إلا داخل عقولنا، والمعوقات تكبر وتصغر بقدر نظرتنا لها. اسمع لابن تيمية كيف يرى ظروفه، اسمع له عندما قال: ما يفعل بي أعدائي، إن سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، ومنا من يعظم ظروفه
فيرى التل جبلا والحفرة قبرا والتعثر نهاية الدنيا. لن ننجح بلا عرق ولن نفلح بلا أرق، تلك سنة كونية كتبها الله على عباده. فقد شج وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وسال الدم على وجهه الشريف، وأدميت قدماه، ليعلم الكون أجمع أن بقدر الأهداف تكون التضحيات، وعلى قدر العزائم تكون العوائق. لكل نتيجة سببا، وفي كل نجاح نصبا، ولكل شيء ثمن، ويجب أن ندفع الثمن.